إذا لو سمحتي دكتور معنا مكالمة. ألو، السلام عليكم، الاسم الكريم. رحال من رأس العين. رحال من رأس العين، أهلا نعم بك. نعم لله، الله يجزيكم بخير. تفضل سيدي. أش أخباركم؟ لا بس الله يبارك فيك. شكرا للأستاذ الكريم. الله يبارك. بارك الله فيك. بروفيسور السيد. بارك الله فيك. نخلصوك بأستاذ، الله يجزيكم بخير على علمكم اللي استمتعتونا به. وأنتم الأعزاء. واللي معروف عليكم وتشهدوا بطلبتكم، الحمد لله أنكم إنسان جاد. نعم. ومن أسرى ربما اللي ما تعرفوش أن تطلب الطلبة يحفظوا شي شوية القرآن اللي غادي يقدموا الأطروحات عليكم. نعم أكيد. وهذا الله يكثر خيركم، هذه تتخذوا أنتم كرشوة ونعم الرشوة. هذه يطلب من الطالب يحفظوا على الرويات القرآن وغادي يمشي ويبقى يتحام عليكم بخير. فجزاكم الله بخير أستاذ. علينا أنا كانوا كانوا الطلبة ديالي ملي كيناقشوا شهادة الدكتوراه كنعطيهم هدية. مصحف، فيها مصحف. نعم. هذاك المصحف الحجم الكبير الشكل الكبير باش يحفظوا. نعم. تفضل سي رحال. وتنشكروا هذه القناة الطيبة اللي ولات متنفس ديال المغاربة في التاخير والخارج. الحمد لله. الحمد لله. الله يجازيكم بخير والله يجازي مولانا المنصور بالله. الله يشهدنا. امين. الموضوع ديالنا وهو نعم. ما بقاش الانسان يقدروا يصير كبير بالمرض. نعم. والفقرات. نعم. والروماتيزم. السؤال المطروح استاذي الكريم، كيف يتخلص الانسان نعم. من هذه الفضلات الزائده نعم. بدون مواد كيماويه وبدون تعرف الناس اللي غلاظ راه كياكلوا. نعم طبعا. ما يمكنش على راس كل شخص غير بمويد ولا بمويد. نعم. نعم. عاده سيئه. اذا شكرا سي رحال. الله يجازيكم بخير. شكرا على هذا التدخل. شكرا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. نعم. نعم هذا السي رحال علي كان سؤال ديالو حول الحل، يعني شنو الطريقة معنا كيفاش نقصوا من السمنة. يعني ما يتسناوش الناس على أنهم غادي ينقصوا السمنة في شهر أو شهرين. نعم. هذا من المستوى، إلا غادي يهلكوا الجسم ديالو. السمنة كيما تبنات هي بالعكس هي كتبنى بسرعة، ولكن ملي كنبغيو نهدموا هذيك الشحوم كنهدموها بشويه، يعني كتمشي بسرعه بطيئه جدا. وكاين هذا النقطه الاولى، ما يتسناوش الناس انهم غادي يرجع الوزن ديالهم جيد بعد شهر وشهرين. هذه ولا ننصح في حميه انها تهدم هذه الشحوم هذه في اقل من سنه، يعني ست شهور في فوق. النقطه الثانيه المهمه جدا اللي خص المستمعين علي ان يحفظوها، هو ان هذاك النظام اللي غادي يحطموا به الشحوم، النظام اللي غادي نقص لهم الوزن هو النظام اللي غادي يبقاو عليه. لأن الخطأ الآن اللي واقع هو أن كاينين شي نساء كيديروا واحد الحمية وكأنهم مسجونات، كيتسناو يمتى يخرجوا من ديك الحمية باش يرجعوا ياكلوا. هذا هو الخطأ، لأن هي كتقول لك أنا غنقص ولك غترجع تاكل. يعني هذاك النظام اللي غادي يعملوه هو نظام غادي يدي واحد المدة طويلة، ولكن نظام غادي يولفوه الناس وغادي يحفظوه وغادي عليهم يتكيفوا معاه ويبقوا عايشين به. وهذا النظام هو نظام اللي قلت الان، نظام نباتي، غادي يشربوا اكثر من شرب الماء، يتحركوا النساء 3000 حتى 5000 متر، 3 كيلومتر حتى 5 في اليوم حركه، بالنسبه للرجال من 4000 حتى 6000 في اليوم، يعني متر ماشي كيلومتر، متر يعني 4 كيلومتر 4 كيلو حتى 6 كيلو في اليوم حركه بالنسبه للرجال. الحركه لابد من الحركه عامل اساسي، يعني في باش الجسم يبقى جيد، حتى الفيزيولوجيا ديال الجسم، حتى ضربات القلب، حتى الدوره الدمويه، حتى التنفس، الاكسجين، الهيموغلوبين، هذه الشيء تحتاج الى حركه، تحتاج الى ادخال الاكسجين يعني بكميه كافيه. الحركه هي عامل اساسي. ثم النقطه الثانيه هو النظام النباتي اللي فيه الالياف الخشبيه، فيه الحبوب، الشعير، الخرطان، فيه الذره، فيه القمح بالنخاله. النظام النباتي في كذلك القطاني، النظام النباتي مع سمك في الاول حتى يبدا الوزن ينقص يعني بشويه، ومن بعد الناس ممكن ياكلوا اللحم مره في الاسبوع ولا شيء، ما كاين معنى مشكل. على مستوى طبيعه الاكل تكون نباتيه، على مستوى كميه الاكل يكونوا وجبتين او ثلاثه في اليوم، ثم ما يكونش اختلاط، ما يجمعوش الناس اللحوم مع السكر. يعني الله يجازيهم بخير، ما يجمعوش الناس اللي تغداوا ما ياخذوش هذيك الفواكه تتخاذ لوحدها، تتخاذ مع الربعه ديال العشيه وتتخاذ مع العشره ديال الصباح، ولا يفطروا بها ولا ياخذوها في الليل. ممكن ياخذوا فواكه في الليل، ولكن الفواكه مع الوجبه هذا خطر. لماذا؟ لان الجسم كياخذ هذيك السكريات ديال الفواكه وكيخزن اللحم وهذيك المسائل اللي كياكلوا الناس مع الغداء. ولات دابا عاده، وعاده سيئه، وما قدرناش نتخلصوا احنا من هذه العاده السيئه الان اللي من بعد الاستعمار عاد ولات في المجتمع المغربي، اللي هي الديسير، اللي كنسميوه احنا الديسير في المغرب، ملي كياكلوا الناس الفواكه من بعد الوجبه. ديما الناس ملي كيتغداوا كاين مع المرات كيكون الضيوف كيكون وجبتين، كيكون لحم جوج الانواع ديال اللحوم وجبتين،
زائد البسطيله ولا المحنشه ولا شيء، زائد الفواكه الطريه مثل التفاح الموز. فهنا كيولي الانسان ظلم نفسه، لقد ظلم هذا الجسم ديالو، ظلمه. علاش؟ لان حتى الله سبحانه وتعالى ملي كيخلق هذاك الجسم كيمشي بواحد الكميه ديال الطاقه، الا اعطيتي طاقه كثيره فيعني انت يعني تعديتي هذيك الحدود اللي خلقها الله سبحانه وتعالى لهذا الجسم هذا. ولذلك انا اقول بان الحل في الشريعه الاسلاميه وليس في في في, في العلوم الحديثه ولا في الطب. الحل في اداب الطعام وفي طريقه التغذي في الاسلام، وليس في ليس هناك حل، ليس هناك حميه سحريه. انا اتحدى ان تكون حميه سحريه، وانا يعني اعلم الناس بهذا النظام الغذائي وبهذا يعني علم التغذيه. إلا النظام اللي كيرجع الناس للأصل ديالهم، النظام النباتي مع شرب الماء والحركة والصيام كذلك، لما لا يصوموا الناس. غير المشكل الناس من اللي كيصوموا أنهم كياكلوا في العشية أكثر من لو كون فطروا. ملي كيكون الانسان صايم يكتفي بواحد القدر بسيط في العشيه، تمر معاه شي حريره ولا حسوه ولا خبز ولا حاجه، فقط راه صايم. ماشي حيت صايم خصهم يعمروا ليه المائده وراه صايم، حيت الا كان غادي يصوم غير اللي ياكل لا يصومش. يعني لا لا لا، لان هنا الناس ما فاهمينش الغايه من الصيام. المقاصد الشرعيه ديال الصيام انك صمت وجعت لله سبحانه وتعالى، وماشي صمتي باش تاكل في العشيه. لان باقي الناس اللي كيبقى عنده في الدار كاين اللي وسع عليه الله، نعم طلب الله يزيدو يزيد يوسع عليه، ولكن كاين اللي حيت وسع عليه الله كيبقى خصو يتمتع بذيك المسائل. ان حتى الناس اللي ملتزمين واللي الناس اللي كيصوموا الاثنين والخميس انهم ياكلون في المساء اكثر من لو كان فطروا، لو كان فطروا يكون احسن، لانهم غاديين يريحوا بعدا غير الامه بشراء هذيك المنتوجات اللي كنستوردوها حنايا. فهنا وبعض المرات كتسمع الناس من الربعه هما تيوجدوا الاستفلال لانه صايم. هذا خطر، هذه ليست من الشرع وليست من عزمي، لان مول الدار صايم من الربعه هما تيطيبوا ويوجدوا باش يعمروا ديك المائده. هذا ليس شرع، ليس لا لا. فالناس يصوموا ويتحركوا كما كيتحركوا لو كانوا فاطرين، وفي العشيه يكتفيوا باكل بسيط بسيط مفيد للجسم. لانك لما صمت تورعت لله سبحانه وتعالى، فلا داعي لانك حيت صايم تبقى مفقوع، خاصك ترد داك الشيء اللي ما ضاع والو. بالعكس ما ضاع والو، انت كسبتي ماشي ضيعتي. هذا فهذه هو الخطا، ان الناس ملي كيديروا واحد الحميه ولا واحد النظام ديالهم من اجتهادهم ولا يمليوا عليهم الناس، كيرجعوا ملي ينقصوا الوزن كيعاودوا يرجعوا للمصائب ديالهم اللي كانوا عليها. هذه وهذه الاشياء هذه لا لا لا، لازم ان يشوف الناس السبب. السبب هو الاكل، بما ان هذا الشخص تبع واحد النظام ونقص من الوزن ديالو فيبقى على يبقى عليه، علاش غيرجع للمكان؟ ونظام نباتي فيه نشويات وفيه زيت الزيتون، فيه شرب الماء، فيه صيام، فيه حركه، ويعني فقط.